موبيليس معا نصنع المستقبل. أمسية طيبة للجميع مشاهدين الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. هبوب رياح قوية عاتية على الوجهة الشمالية الغربية والوسطى، ستقل حدتها خلال هذه الليلة على الوجهة الغربية، لكن على المناطق الوسطى ستستمر إلى غاية يوم الغد إن شاء الله مع قدوم اضطراب الجوي. أما خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ضمن التيارات الجنوبية غربية مضطربة على شمال الوطن وحتى على مناطق الجنوب الغربي، ننتظر اضطراب جوي سيكون نشط الفعالية أمطار على شكل زخات رعدية معتبرة على المرتفعات والهضاب الوسطى والغربية لتلتحق على المناطق الوسطى تحت وقع الرعود وكذلك الساحلية الغربية خلال الليل على الواجهة الشرقية مع هبوب رياح قوية ستستمر على المناطق الوسطى وكذلك الشرقية تصل إلى 50 كيلومتر في ساعة. الأمطار ستشمل كذلك شمال الصحراء وكذلك منطقة الواحات خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد إن شاء الله. مقاييس ما بين 7 درجات لغاية 20 درجة على الواجهة الشمالية، ننتظر 11 درجة على تندوف، 22 درجة على أقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد تراجع محسوس لدرجة الحرارة تقريبا على كافة المناطق الشمالية خاصة الوسطى والشرقية لن تتعدى 17 درجة على العاصمة، 11 درجة على المرتفعات والهضاب، لكن تبقى مرتفعة على الوجهة الساحلية الشرقية لتصل إلى 27 درجة كأعلى مقياس، تقريبا نفس المقياس على ولاية تمنرة ست، لكن أعلى مقياس على أقصى الجنوب مع 33 درجة. البحر خلال يوم الغد هناك تموج تقريبا على كافة السواحل حتى رياح معتدلة غربا وحتى الوجهة الوسطى، لكن تبقى قوية أقول على الوجهة الشرقية تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة.